حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون أو هاتان أيسر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، أليس يقول الله: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما ذاك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها
غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله. يقول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة، وهو مسروق بن عبد الرحمن، وكذا كان اسمه في الديوان. حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي، حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية، إلى قوله: لعلكم تتقون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الآية: الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها وربما قال لم يعمل بها
فاكتبوها له حسنة. ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. حدثنا عبد الوهاب الوراق، حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: هذا حديث حسن. حدثنا الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك بن أنس عن ابن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال:
60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث. فسمته عبد الحارث فعاش ذلك، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. عمر بن إبراهيم شيخ بصري. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق آدم. الحديث.